بونجور. اليوم بدنا نبدأ بشابيتر جديد. هيدا الشابيتر بيحكي عن الميكانيك، أو بعدنا ببارتي تبعت الميكانيك. مثل ما حكينا إنه هيدا الكور مقسم لثلاثة بارتي: ميكانيك، فلويد، ترموديناميك. هون رح أرجع أذكر، أخذنا السينماتيك هو أول شابيتر بالميكانيك، تاني شابيتر هو ديناميك دو ترانسلاسيون دان أوبجي دون بارتيكول دماس بونكتويل إلى ما هنالك. يعني كل شيء أوبجي ماتيريال ما إلى ديمونسيون بقلب الأسباس بعدنا عم نشتغل فيها هي كسيستم. بس نخلص هذا الشابيتر بدنا ننتقل للفلويد، بدنا ناخد هيدروستاتيك هيدروديناميك إن شاء الله. طيب هون بهذا الشابيتر شو الأوبجيكتيف اللي عنا؟ بس نقول ديناميك ديترميني لأكسيليراسيون دان سوليد أو دان سيستم ماتيريال أو دون بارتيكول. يعني هون مش المقصود سوليد بالتحديد، هو مقصود أوبجي ماتيريال بوان بارتيكول ماس بونكتويل. تاني نقطة ديترميني لي زاكسيون ميكانيك، يعني الفورس كي أجي سور لي سيستيم أون موفمون. وقت ما هيدا السيستيم بيكون أون موفمون. تروازيمون بدنا نعطي الانونسي للبرنسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. طيب إذا نحن بدنا نروح نفتش على أكسلراسيون وبدنا نفتش على أكسيون ميكانيك، طيب كيف بنربطهم؟ شو هو الوا؟ شو هو القانون؟ شو هي الراجل؟ شو هو البرنسيب؟ عنا البرنسيب فوندامونتال دو لا ديناميك هو اللي بيسمح لنا نحكي عن العلاقة بيناتهم وكيف بنروح منفتش على. وأكيد بدنا نعطي أبليكاسيون على هذا البرنسيب. ديز إكزامبل سامبل، في إكزامبل شوي كومبلكس عن اللي انتو كنتو بتعرفوهن شوي فيهن صعوبة عن شغلات الماضي. هلأ بتشوفوا او راح نشوف مع بعض ان شاء الله انه في اكزامبل او اكزرسيس كنتو شايفينهم بالماضي، يعني بالباك وان بعتقد كنتو شايفينهم ومشبعين منهم. هلأ راح نرجع نشوفهم وراح نرجع نطور الاكزرسيس لشي متقدم اكتر. كانترودكسيون جنرال، الميكانيك دو بوان عم نحكي عنها نحنا هي الاتيود بالواقع على السينماتيك والديناميك اوكي دو موفمون دي بوان ماتيريال. طيب بالسينماتيك نحنا شو رحنا شفنا؟ بالسينماتيك رحنا حكينا عن ريلاسيون بين البارامتر دو موفمون اللي هن البوزيسيون والفيتاس والاكسلراسيون، صح؟ وعطينا الناتور للموفمون وصفناها، قلنا موفمون اكسيليري ديسيليري يونيفورم سيركل ارك كيلكونك ريكتيلين الى ما هنالك بارابول. فعملنا ديسكريبسيون للموفمون من خلال هودي ثلاثه بارامتر للموفمون. بينما بالديناميك اللي هي شو رح تسمح لنا الديناميك بيرمي دو بريدير ليفولوسيون دو سي بارامتر ان كونيسون لي كوز. يعني نحنا بدنا نروح نحكي عن هودي البارامات ولكن بحضور مين؟ بحضور المسببات اللي خلوا هيدي الموفمون تم أو تتغير. والمسببات هني بالنسبة إلنا هني الفورس. يعني هلأ بدنا نروح نوصف الموفمون مش بس عن طريق البارامتر دي موفمون بوزيسيون فيتاس اكسلراسيون بدون ما نعرف شو سبب الموفمون، لا بدنا نعرف شو سبب الموفمون لنروح نوصفها لهيدي الموفمون عن طريق هودي البارامتر. Celles-ci peuvent être les interactions du contact, comme le frottement et la poussée. OK? Ou à distance, on a noté une chemin qui connaît de l'interaction. Donc, l'interaction du contact, à un exemple, mettre le frottement, mettre le poussée. Ou, si vous savez bien, il y a une force à distance, mettre l'attraction gravitationnelle, mettre l'interaction électromagnétique. Voilà. اتراكسيون الكترومغنيتيك نحن ما راح نفوت فيها، خارج عن البروجرام بس عم نذكرها. والاتراكسيون جرافيتاسيونال راح ناخذ منها مبدا البوا او الفورس اللي بنحكي عنها هون هي البوا. توت سيز انتراكسيون سون موديليزي بار ان اوبجي فيزيك يونيك. شو هذا الموديليزاسيون لهم كلهم؟ هو بنسميه الفورس. يعني كل شيء انتراكسيون نحن راح نشوفه رح نحكي عنه هو تحت مسمى force.
مجرد ما نكون نعرف الفورس سوبي بار لو بوان اون توت بوان صار فينا il est possible de prédire le mouvement. صار فينا نتوقع الموفمون. اوكي وهيدي الميكانيك الكلاسيكيه الميكانيك دو بوان كلاسيك بتسمح لنا طلعوا شو هون بريدير لو موفمون نقدر نعرف كيف كانت بالماضي وكيف راح تكون بالمستقبل بعد وقت من الزمن وهيدي احدى الحدود لهيدي او الانكونفينيون لهيدي الميكانيك الكلاسيكيه انه بتقدر تعرفنا الزمان الماضي والمستقبل بينما بالواقع في امور كتير ما بنقدر نعرف المستقبل خلال شو بده خلال هيدي الموفمون شو بده يصير بالمستقبل يعني عبر مرور الطن هون بتجي في بفيزيك الافونسي الميكانيك افونسي فعندنا الميكانيك كوانتيك هي اللي بتحكي عن هذا الموضوع هلا انتو مش موضوعكم بس من باب العلم انه نحن وين وهيدي الميكانيكا وهيدي الواد نيوتن وهالفورس والديناميكا دي كمان الى ليميت احنا عنا بدراستنا الليميت اللي عندنا اياه هو انه بس تقرب الأوبجي او البارتيكول لسرعة الضوء هون هيدي بتسقط معش الى استعمال بنصير عم نحكي عن موضوع تاني بنصير عم نحكي عن ريلاتيفيتي تبعت اينشتاين وبس ننزل للاشال ميكروسكوبيك او اذا بدكم للاشال اتوميك وقت ما نكون عم نحكي عن الالكترون والاتوم بنويوه بقلب الاتوم عفوا هون كمان هيدي الميكانيك معش بيصير الى استعمال بيصير في استعمال لميكانيك كوانتيك باختصار انا اعطيتكم لمحه عامه لتعرفوا انتم حالكم وين وشو عم تدرسوا وشو هي هيدي الديناميك وهلا الكور الباقي تقريبا انتم شايفينه ما في تقريبا شيء جديد الا بموضوع الفرط الفورس او هيدي الانتراكسيون اللي عملنا لها كهي موديليزي بالفورس الفورس شو هي؟ هي اتيون جروندور هون عم بحكي هلا الفورس هي جروندور فيكتوريال هي فيكتور كاركتيريزي بار اون انتونسيتي كل فيكتور بشو كاركتيريزي؟ بانتونسيتي يعني الموديول النور بديريكسيون بسونس اوكي فالفيكتور فورس يعني رح يكون له اربع كاركترستيك بالواقع أهم الثلاثة الأساسيين هن سونس ديريكسيون والنورم اللي له الرابعة هي البوان دابليكاسيون لهذه الفورس سامبول كلنا بنعرف انه سامبول هو اف اليونيتي بالسيستم انترناسيونال للفورس هي نيوتن سامبول لليونيتي هي ان بعدنا بالانترودكسيون حتى كمان نميز بين شغلة مرات بنستعملها كي مرات نسمع كلمة استاتيك كلمة ديناميك لنميز بيناتهم استاتيك بيكون الكور او ريبو او اون اكيليبر مثل كلنا بنعرف هيدي الاكسبيريونس اوكي او بيشتروها كانوا او بنشتريها للاولاد الصغار اوكي فكرتها انه هذا العصفور بسبب مركز التقل اللي له اللي بيكون هون اوكي بيعمل اكيليبر بهذا الشكل وما بيوقع فهذا نوع من انواع السيستم اللي هو بيكون اون اكيليبر بينما او اوريبويا بينما ديناميك هو بس نقول كور اون موفمون يعني خارج الاكيليبر مثل اوكي اذا واحد عم بيكرج دوليب او عم بيركض او عم بيمشي او كتير اكزامبل وابليكاسيون موجودين بحياتنا فيهم ديناميك يعني كل كور او موفمون يعني هو خارج الاكليب اوكي بشكل انه اوريبو يعني فهذا نعتبر انه نحن بحالة ديناميك طيب شو هن المسببات اللي بيعملوا لي هيدي الموفمون شو هن هودي الانتراكسيون شو انواعهم بالواقع هلا
بدنا نحكي عن كلاسيفيكاسيون دو فورس. بالواقع عندنا دو تيب دو فورس، فورس دو كونتاكت اوكي وفورس ا ديستانس، او بنسميهم فورس شون، يعني ناتجين ديريف دان شون. اوكي طيب، هلا رح نفصل بيناتهم وبنحكي عن فورس دو كونتاكت. رح اعطي على هون على الامثال وذكرهم بعدين. هيدا فورس دو كونتاكت، مثل واحد عم بيدفش او عم بيسحب، واحد عم بيسحب ريسور، واحد عم بيشوط فوتبول، الطابة بيجروا، هدول هن الفورس دي كونتاكت. بينما فورس اديستانس مثل شون دي فورس، يعني بنسميهم الناتجين مثلا مثل عن الجاذبية، مثل الفورس داتراكسيون جرافيتاسيونيل، مثل البوا اوكي، مثل الفورس الكتريك، مثل الفورس مانيتيك. هيدي ناتجي عن الشون مانيتيك، هيدي ناتجي عن الشون الكتريك، هيدي ناتجي عن الشون تبعت البريزونتور اللي هي الجرافيتي. ف نحن هيدي مش مطلوبة مننا، الفورس مانيتيك مش مطلوبة، الفورس الكتريك مش مطلوبة، مطلوب يكون نعرف الفورس داتراكسيون جرافيتاسيونيل عن طريق البوا، أو من خلالها رح نحكي بس عن البوا. هون رتبت لكم هن او ذكرتهم غير صور، مثل شو الفورس دي كونتاكت، مثل فروتمون، مثل تنسيون دان فيل او دون كورد، يعني رياكسيون نورمال، ريزيستانس دو لير، فورس ابليكي، فورس الاستيك مثلا مثل الريسور او فيل الاستيك، فيل الاستيك مثل مغطى، الفورس اديستانس مثل الفورس جرافيتاسيونيل، مثل فورس الكتريك، فورس مانيتيك. الفورس الكتريك والفورس مانيتيك مش مطلوبين اوكي، هود اتنين مش مطلوبين، الباقيين كلهم مطلوبين ورح نحكي عنهم، رح يكونوا في عليهم ابليكاسيون كمان كاكزرسيس. طيب اول نوع من انواع الفورس عنا، بدنا يعني هون عم بعمل لكم تذكير على الفورس اوكي، tension d'une corde ou tension d'un fil. Si l'objet qui nous intéresse est attaché à une corde, un des objets va dédresser un NB. Le système l'ambédorso ou objet. La force exercée par la corde sur l'objet, je symbole le, je me remets le BT. Ok? En tension d'une corde, symbole la IT. La grandeur de la head force, mais ça met une tension dans la corde. Allons nous prendre la situation du système. Considérons une particule M de masse M. Cette particule M de masse M. Accrochée à l'extrémité d'un fil inextensible de longueur L. Comment est-elle extensible, inextensible, yani la longueur L, Bitcoin constante. Yani Heidi Menna. إلاستيك ما بتمغط. طيب بنقول هون لو فيل اكزيرس سور ام ان فورس دي تنسيون. هلا الفيل هو اللي عم بشكل العالم الخارجي اللي اون كونتاكت مع مين؟ مع هيدي الماس. فالفيل هو اكزيرس ان فورس على ام، اللي هي شو بنسميها؟ تنسيون دان فيل. الكاركترستيك لهيدي التنسيون، لهيدي الفورس اللي عم بتأثر على الماس ام اللي نحن هي السيستم بالنسبة لنا، شو هن؟ ديريكسيون، شو الديريكسيون لهيدي الفورس؟ بيكون سيلون لو فيل، مع الفيل يعني مع السبور اللي له، هو الخط تبعية الفيل او الدروات يعني للفيل. السونس من البوان داكروشاج، من وين معلقة؟ فير le point fixe O. La norme ou le module, elle dépend des autres forces appliquées au point M. Il y a une tension dans le fil, mais la formule mathématique ou expression. Par exemple, si on a le point on P, par exemple, on a le pendule simple, le point, ok, la formule, nous savons que c'est MG. طب بينما التنسيون للفيل ما عندها فورمول فيزيك واضح، يعني النورم اللي لا ما بقدر يجيبه، كيف بدنا نقدر يجيبه؟ بقدر نجيبه من خلال
les autres forces appliquées à le point M, à l'aide système. Yani. OK? Par contre, يعني إذا بنعمل بروجيكسيون مثلا على الفيل هيدا أوكي مثلا إذا هون صار عندنا موفمون كأرك بنعمل على الـ ET على الـ EN بتطلع معنا الكومبوزونت للتونسيون للفيل بالنسبة للكومبوزونت تونجونسيال الكومبوزونت نورمال مثلا بيطلعوا بالنسبة لشو للبوا ام جي وأكيد بالنسبة للأنجل اللي عندي إياه هون مثلا بنسميها تتا بالنسبة لطول الفيل لا ما هنالك حسب البارامتر. هلا هذا اكزرسيس رح نروح نشتغله. انا شو بهمني منه هيدا؟ بهمني مثلا بس نحكي عن تنسيون للفيل غير البوندول يعني هذا بوندول سامبل بس نحكي عن تنسيون للفيل بدنا ننبه الديريكسيون اللي هو سيلون لو فيل السونس من لي بوان داكروشاج فير لو بوان فيكس انه باتجاه لو بوان تاني يعني بوان داكروشاج وطالع الموديول ما عنده فورم او ما عنده اكسبرسيون ثابت الموديول لولو ديبون دو زوتر فورس ابليكي على هاد السيستم اللي عم ندرسه فعندي رومارك مهمه هون مرات كتير باكزرسيس بقلنا انتبهوا انه في ريستوندو هيدي العباره اوكي شو معناتها بس يلي في ريستوندو مثلا مرات بقلنا عنا مثلا مثل هيدا اوكي عطيناه مثلا من البوزيسيون حق البوزيسيون ديكيليبر بالبوندول سامبل هو البوزيسيون فيرتيكال كانت هون هيدي الماس اعطيتها في زيرو مثلا اوكي مشيت راح 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 بدها تطلع بدها تكمل موفمون اللي لها هي موفمون سيركولير باللي مثلا شو هو الشرط مثلا انه حتى تكمل سيركل كامل او شو الكونديسيون على ال V0 pour que le fil مثلا reste tendu بالبوان الأعلى هون مثلا قديش بدنا نعطي V0 حتى الفيل بأعلى نقطة أوكي يوصل لأعلى نقطة ويبقى تندو يعني ما يرتخي الفيل بس نوصل لهون لهالمستوى أوكي يرتخي الفيل وتوقع الماس هي والفيل فشو معناتها الكونديسيون هيدي اللي بدي اشتغل عليها؟ بدي اشتغل انه على النورم تبعت التي انها تكون هي بوزيتيف وبروح بيشتغل على اساسها. هلا كيف؟ راح نشوف بالاكزرسيس بس انا عم بلفت نظر الى من هلا لهذا الموضوع. تاني نوع من انواع الفورس هي البوا اللي هو فورس جرافيتاسيونيل. البوا دان اوبجي هي الاكسيون دو لا بلانيت سور سيت اوبجي. هي مثلا الاكسيون من التير علينا هي الاكسيون مثلا من اللون من الصولاي علينا اوكي او على اي اوبجي موجود قريب منهم قريب لسطحهم فهيدي هي نوع من انواع الفورس داتراكسيون جرافيتاسيونيل او فورس جرافيتاسيونيل الكاركترستيك للبوا لي غروندور ليلا هو ام جي الام هي الماس ان كيلوغرام جي هي 9.81 متر بار سكوند كاري سور لا تير بس حدث ان احنا هلا بتشوفوا بكل اكزرسيس بكل امتحانات اللي اخذها ديس تقريبا اوكي بس تحصيلا بالكالكول انه الارقام تطلع صحيحه يعني بس الديركسيون والسونس هون بتركزوا هي فيرتيكال وفير لو با اعطيتكم مثلا مثل طابعه عم تنزل شوت ليب لي بوا كيف فيرتيكال ببلون انكليني هون بتفاجئ بعد في حدا بيغلط فيها لي بوا بحطوا لي اياها هيك هيدي غلط لي بوا عم نقول فيرتيكال هيدا الفيرتيكال فير لو با بنحط الفلاش هيك اوكي فهيدي رجاء بدكم تنتبهوا لي لها Le point d'application est là où le centre de gravité de l'objet, où est le centre de gravité de l'objet, est le point d'application de l'aide de la force. Nous avons maintenant la note de la force, qui est la force de rappel élastique ou la tension de la ressort. Nous avons ici un système qui va dédier sur la masse M accrochée au bout d'un ressort. واللي بدي ادرسه بالفعل هو الرسور لما بدي اجيب التونسيون للرسور او الفورس دو رابيل الاستيك بس عم ناخذ
أو إيدنا يعني، أو حاطط إيدي عم بتفش فيها أو ماس. سواء بوان إم دو ماس بيتيت إم أكروشي أو بو دان ريسور ريسور، أو مرات بتستعمل فيه الإلاستيك، بس هو الفيل انكستنسيبل يعني منه الاستيك، اللونجير اللي له ثابته ما بتغير. اوريزونتال وهيدا اللي رح احطه هون هو تماما، لو كان فيرتيكال بيتطبق محل اكس بصير عندي اكراك. دو ماس نيجليجابل دو لونجير افيد ال زيرو، شو معناتها لونجير افيد؟ يعني سون ديفورماسيون، ما عمل له ديفورماسيون، بعده بحالته الطبيعيه بيكون هو عباره عن شو؟ عن ال زيرو، مثل هون الاكيليبر اللي نحن فيها. دي كونستانت دي ريدور كا، والكا هي نيوتن بارامتر، وهيدي الكونستانت دي ريدور كا شو بتمثل؟ بتمثل هو الريجيديتي اللي له او مرونته، قديش هو مرن او قديش عنده مقاومه للديفورماسيون. هون شو عملوا؟ كون لي ريسور اي ديفورمي، وقت ما صار عنده ديفورماسيون، كيف الديفورماسيون بتصير للريسور؟ هي كومبريمي او اتيري، يعني عندنا كومبريسيون اوكي و اللونجمون بكون عندنا. اون فورس ديت فورس دو رابيل الاستيك تون الو رامني ا سا فورم انيسيال. بنلاحظ نحن هلا اذا جينا ضغطنا ريسور، حدا يضغط هيك بايده للريسور او باصبعه، بنلاحظ انه الريسور في زي عنده طاقه كامنه، في فورس مخزنه عنده عم تحاول تضغط عيدنا لشو؟ لترجع او ترجعوا من هون فورس دو رابيل لشو؟ للإعادة، ليعيد شو حاله لشكله الطبيعي. بده ستابيليتي اللي له، بده ستابيليتي، عم بفتش على ستابيليتي. كيف بفتش؟ هيدي هي من خصائصها، من المرونة اللي له هيدا الريسور، انه عنده طاقة كامنة، هي الانرجي بوتنسيال الاستيك اللي بتولد لنا هيدي الفورس. هيدي الفورس بنسميها فورس دو رابيل الاستيك، يعني بدها ترجع ترجعه لشو؟ للفورم انيسيال له. هيدي الديفورماسيون بنشوفها بنوعين، مثل ما قلت لكم كومبريمي او اتيري اللونجي. طب كان بهذا الوضعيه، هو كان بالاكيليبر هون، كان عنده ريسور لونجر ال زيرو، اوكي هون نحن بالاكيليبر، انتقلنا لاول حاله ديفورماسيون اللي عملنا له كومبريسيون، اوكي ضغطنا بهذا الشكل، وقت ما ضغطناه بهذا الشكل اتطلعوا هون بهذه الفورس، اوكي هذه الفورس هي الفورس الاستيك دو رابيل الاستيك. اتطلعوا اتجاهها كيف؟ بعكس الضغط اللي ضغطنا فيه بالبلوك او بايدنا. نحن شو عملنا؟ ضغطنا البلوك، اخذنا البلوك، هذا البلوك اخذناه هيك، اوكي فشو عمل الريستور؟ عمل ردة فعل باتجاه الاخر بالعكس، اوكي فهيدي الفورس دو رابيل الاستيك، انا عاده بسميها اف او، الاف او يعني فورس الاستيك، فورس دو رابيل الاستيك. كيف صارت بحاله الكومبريسيون؟ بعكس ضغطنا، اوكي وهون الكوردوني اللي عندي اياها الاكس، اذا كنت هون ماخذ الاوريجين او قديش بيكون عملنا له لونجور دو ديفورماسيون، بتكون هي اكس، هيدي من هون لهون هي الاكس، اوكي هيدي الاكس، بتكون قيمتها نيجاتيف لان من جهه الاوريجين لجهه الشمال، لان هون هيدا الاكس ديز اكس ماخدينه بهذا الشكل كاوريزونتال والفلاش محطوط هيك، فهيدا السونس بوزيتيف للاكس ديز اكس. طيب بحاله الاتيري شو عملنا؟ مسكت الريسور وسحبته، كان يعني على هذا البوزيشن سحبته، اول ما سحبته يعني غيرت البوزيشن اللي له او اللونجير اللي له من ال 0 ل ال. شو يعني الفرق بين ال 0 وال ال؟ زدته او زاد شقفي بوزيتيف، هون نقص بارتي نيجاتيف، يعني عم نقول نقص اللونجر اللي له من ال L0 صارت L هون، اوكي بس ال L هيدي بتفرق عن ال L0 ان هي انقص منها بقيمة شو؟ X،
بينما هون صار تي ال، وهيدي ال ال اكبر من ال 0 بقيمه شو؟ اكس. طيب نتطلع وقت ما سحبناه الريسور شو عنده توندونس لشو يعمل؟ شو الرغبه اللي عنده اياها، او الفورس خلق شو، او عنده طاقه كامله، عنده فورس كامله لشو تعمل؟ لترجعه، طلعه اتجاه الفورس عكس هيدي اللي فوق، لترجعه لوين؟ لترجعه للفورم انيسيال. هيدي الفورس لوين بدها تاخده؟ ترجعه للفورم انيسيال للاوريجين. هيدي الفورس شدت هيك لوين بدها ترجعه؟ لترجعه للفورم انيسيال، يعني ليرجع لشكله الطبيعي. بالحالتين شو بتكون شكل الفورس درابيل الاستيك؟ هون شو التفكير وشو المنطق بقول؟ رح محي حطيتهم حتى نحط حد كل ك الفورس كيفنا نحللها أو نكتب فيها. بهيدي الحالة أو بهيدي الحالة من حيث المنطق اجوا عملوا كإكسبيريونس. شو صاروا يعني؟ أول شغلة عملوا الإكسبيريونس فيها إنه بدلوا الريسورات بحالة الكومبريمي وبحالة الإتيري، مرة الريسور صغير، مرة الريسور أكبر، مرة الريسور صلب. لما هون صاروا يلاحظوا إنه الريجيديتي أو المرونة تبعت هذا الريسور إلى دور، وكل ما عم تكبر هذه كل ما الفورس بتكبر. يعني إذا أنا عم بضغط ريسور مثلاً عنده ك كبيرة، كل ما الفورس اللي بده يدفش فيها كانت أكبر فأكبر. هي أول ملاحظة بالإكسبيريونس. تاني ملاحظة إنه كل ما الديستانس نغيرها كل ما قيمة هيدي الفورس بتقوى أكتر. يعني مثلا إذا هون جيت ضغطت مثلا 2 سنتي وحررت البلوك، لقيته مثلا بعد 15 سنتي بسبب شو؟ الفورس هيدي. قمنا رجعنا ضغطناها 5 سنتي لقيناها بعد 25 سنتي، يعني الفورس هيدي دفشته قوي. فهون الفورس بالاكسبيريونس اثبتت انها هي بروبورسيونال على شو؟ على شغلتين اساسيه، صلابه هيدا الريسور او مرونته مع شو؟ مع اللونجر دي ديفورماسيون. هيدي الفورس هي فيكتور. النورم اللي لها هيدي الفورس اذا بدك تكتبها طلع فيها بحاله الكومبريمي هي عندها نورم، هي ك فوا شو؟ فوا اكس، صح؟ هيدا النورم اللي لها السونس والديركسيون هيدي مع شو؟ مع الاي. اوكي، هيدي هي الفيكتور يونيتير اي. هيك بكون كتبت هيدي الفورس، حققت الشروط نورم سونس ديريكسيون. ولكن بدي انبه انه هيدي الاكس هي قيمتها نيجاتيف، فاذا بدي احطها هون اكس فشو لازم نحط؟ موان اكس بالتحديد. هون شو لازم نقول؟ عندنا موان اكس ك، هيدي الديفورماسيون، لان صارت الديفورماسيون نيجاتيف او اقل من شو؟ من اللونجر انيسيال. فهون الاكس نيجاتيف فبنحطها موان. نيجي لهيدي الفورس، كيف بدي اكتبها هيدي الفورس؟ كمان بدي اكتبها هي نورم وسونس ديريكسيون. البوزيتيف الاكس عفوا هون شو؟ بوزيتيف، عندي ك فوا اكس، هيدا النورم لهيدي الفورس. انحللنا او من خلال التجربه أثبتت التجربة إنه هيدي الفورس هي بروبورسيونال على الكا وعلى الإكس. فوا بعد بدي سونس ديريكسيون، سونس ديريكسيون هو الأوريزونتال يعني إكس، والسونس نيجاتيف للإكس يعني هي موان إي. فبكلتا الحالتين إذا كنا بالكمبريسيون أو إذا كنا بالألونجمون لهيدي الريسور، فالفورمول للفورس دو رابيل إلاستيك هون عم بقول cette force de rappel s'exerce sur M est définie par Fi moins K X I. اوكي؟
وهون حاطط كمان محل الإكس شو حاطين؟ هي ال موان الزيرو. هي شو بتطلع؟ هي ال موان الزيرو، يعني هي الدلتا ال هي الفارياسيون لللونجر. دلتا ال او هيدي بنحطها هي، او كنتوا تحطوها دلتا ال، اوكي، هي ال ال موان الزيرو هي اللونجر فينال دلتا الفارياسيون بالمات. دائما الفينال ناقص الانيسيال، فهيدي شو بتطلع معنا؟ الفينال ناقص الانيسيال. فهيدي ال موان الزيرو محل الاكس بتكون. الموديول لهيدي الفورس الاف ايجال الموديول لإلها، اكيد بس بدي اخذ موديول، يعني هي راسين وكل شيء هيدا اوكاري، فالموان بتروح مع الاوكاري بيبقى عندي كا اكس. تيل كو شو عم نقول؟ او او هون اذا بدكم، ما حدا يفكرها كاف و اكس يور اكس، لا هيدي هون تيل كو اكس هي اللونجور دو ديفورماسيون بتكون بالمتر، اكس بالمتر، وهيدي نيوتن مثل ما حكينا قبل، اوكي هيدي متر اليونت الليله. ايه شو صارت؟ نيوتن بار متر، وذكر لكم اياها قبل هون. فبالنسبة لهيدي الفورس انتو بتعرفوها، وكلهم هودي بتعرفوهم بعد ما تغير عليكم شيء، بس هون بموضوع الفورس ديفروتمون اللي بدنا نحكي عنها تباعا ورياكسيون دان سبور سوليد، هي اللي شوي فيها فرق عن اللي انتو بتعرفوه قبل او كنتو بتعرفوه سابقا. هيدا أول بارتي من تسجيل المحاضرة، عم بقسمها مثل العادي، فهيدي أول بارتي، هلأ برجع بنكمل البارتي التاني. طيب نكمل هلأ بالفورس، كنا واصلين للرياكسيون دان سبور سوليد فيكس. طيب هون كمان انتو كنتو تعرفوا تحت مسمى فروتمو وتحت مسمى رياكسيون نورمال هون نوعين من الفورس، بس هني بالواقع هني موجودين تحت اثنين كومبوزونت لفورس توتال اللي هي بنسميها رياكسيون دان سبور سوليد على البارتيكول اللي عم تمشي عليه. والواقع انت بدنا نحكي عن رياكسيون بس يكون عندي كونتاكت بين اثنين اوبجي. هلا نحن بحالتنا عادة الاثنين اوبجي ناخدهم، واحد بيكون اون موفمون والثاني بيكون فيكس يعني اوريبو، بس في بعض الاكزرسيس رح ناخدهم انه اثنين بيكونوا اني اون موفمون. هلا كيف رح نحكي عنها بالاكزرسيس؟ بس بشكل عام بدون نطلق من الديفينيسيون، وقت ما يكون عم بحكي عن كونتاكت بين اثنين، واحد فيكس وواحد اون موفمون. كونسيديرون هلا ام ان بارتيكول ان اوبجي ام موجوده على سبور سوليد سميناه اس، هذا السبور سوليد هو فيكس، اوكي الاوبجي هي عم تمشي على هذا السوليد، بنلاحظ انه ما قادر تخرق السبور هذا، مثل بكل بساطة نحن وعم نمشي على الطريق، نحن عم نمشي على الكرة الأرضية، نحن خلال مشيتنا ما عم نخرق الأرض. هذا واحد من الاكزامبل البسيطة، يعني اللي مش هي بسيطة، يعني هي لمشاهدتها أو ملاحظتها بسيطة إنه موجودة كل يوم بحياتنا اليومية. هذا شو بيعني؟ بيعني طالما نحن تحت تأثير الكتلة اللي قلنا، أو تحت تأثير الوزن اللي قلنا، أو تحت تأثير الفورس اللي قلنا، مثل واحد وقف وقام نط وقت ما اجى على الارض، انه ما كسر الارض وفات مثلا خرق على الكره الارضيه. هون شو بكون صار بهذه الحاله؟ بكون انه السبور هيدا عمل رده فعل. هون شو بنقول؟ il y a une force appelée réaction du support ou noté R. هي شو بتكون عم تعمل؟ هي اوبوزي على الاكسيون اللي عملناها ب
عن طريق الأم، عن طريق حركتنا نحن إلى ما هنالك. هيدي رياكسيون سابليك سور لوبجي او نيفو دو كونتاكت اوبجي سبور. هون كثير بدنا ننتبه لهذا الموضوع، وين هي موجوده؟ على السيرفاس دو كونتاكت. اطلع هون، هيدي السيرفاس دو كونتاكت، وين السيرفاس دو كونتاكت؟ هيدي السيرفاس دو كونتاكت. اذا بدي صورها هون هيك، هذه السيرفاس دو كونتاكت، هذه البارتيكول. اوكي، هون على السيرفاس دو كونتاكت بين السبور، بين السوليد وبين الاوبجي، بتكون هون هيدي الفورس هي ابليكي. طيب هيدي الرياكسيون الاكزرسي من السوليد على البارتيكول او على الاوبجي، ليه؟ لان احنا شو عم ندرس؟ واحد بيقول لي طيب وانت عم بتقول في اكسيون، وين هيدي الاكسيون؟ ما رسمت لي اياها. انا ما بدي ادرس تاثير الام على السوليد، انا ما عم بدرس سوليد، شو عم ندرس؟ عم ندرس الاوبجي ام. فبدي اشوف كل شيء فورس اكستيريور عليها هي. طيب هون ست رياكسيون اكزرسي من السوليد بار لو سوليد على البارتيكول ام، ليش؟ عم برجع دوكار، لا عم بدرس الام مش عم بدرس الاس. اي كومبوزي دون كومبوزونت نورمال، ألف من شافتين، واحدة كومبوزونت نورمال بنسميها رياكسيون نورمال. شو يعني نورمال؟ ركزوا كمان هون، نورمال على سيرفاس دو كونتاكت. وين سيرفاس دو كونتاكت؟ هيدي سيرفاس دو كونتاكت نورمال عليها، هيدي نورمال عليها. وهون رجاء ركزوا على هيدي سيرفاس دو كونتاكت ونورمال عليها، لأن بيغلطوا، وبكره بقول لكم بأي دورات غلطوا بال 2015، من هلا بقول لكم غلطوا فيها باتجاه الرياكسيون نورمال على بيربوندكولار على السيرفاس دو كونتاكت. تخيلوا طاوله من تحت فراغ الطاوله، اوكي، هيدي حطيت هلا كتاب على يلا الطاوله، كتاب على سطح الطاوله من فوق، والطاوله هيدي عندها سطحين، سطح من فوق وسطح من داخليتها. حركته للكتاب، النورمال كيف بيكون؟ نورمال بيكون بيربوندكولار على السيرفاس دو كونتاكت. بيطلع براس حدا شو بيعمل لي مثلا؟ انه انا حاطط هلا حاليا، وين موجود هو الكتاب؟ موجود على السطح من فوق. بيطلع حدا قال بيقول لي ما هي بيربوندكولير، صح؟ ما انت قلت لي بيربوندكولير على السيرفاس دي كونتاكت. هيدي طاوله هيك، اوكي، وانت حطيت لي هيدا الكتاب هون، اوكي، هاي الكتاب على السطح، وهول اجرين هيك حتى بين انه نحن وين. قام خطر براسه قال يحط الان لتحت، وانا قلت له بيربوندكولير، هيدي بيربوندكولير، ايه بيربوندكولير، بس بدنا ننبه بيربوندكولير تاثير مين على مين. انا بس حطها هيك يعني بكون درست تاثير الكتاب على الطاوله، وانا ما بدي ادرس الطاوله. اذا بدي ادرس تاثير الطاوله على الكتاب، شو لازم نحط الان؟ بس بدنا ندرس الليفر هيدا، نحط الان بهذا الشكل، اوكي، هيدي رياكسيون نورمال، رده فعل الطاوله على الكتاب بجزئه نورمال. عادة شو هي؟ نقطة N أو بنحط R N، إنه رياكسيون نورمال R N. بيبقى عندي كومبوزونت تانجونسيال اللي هي الفروتمون، كومبوزونت تانجونسيال الفروتمون، يعني الفروتمون شو بدها تكون؟ تانجونت على السيرفاس دو كونتاكت. هيدي السيرفاس دو كونتاكت هون رح ارجع لهيدي، هيدا تانجونت عليها، هي الفورس دو فروتمون بتكون تانجونت، مثل هون طلعوا شو حاطط؟ حاطط هيدي تانجونت على السيرفاس دو كونتاكت، وهيدي بيربوندكولير على السيرفاس دو كونتاكت اللي هي هون، هيدي السيرفاس دو كونتاكت. والفروتمون نوتاسيون اللي لها هي اف مينوسكول، هلا هون اكيد عليهم فيكتور لان هودي فيكتور الفرصات. ومن هون بدنا نبلش مهد لشغله بدنا ننتبه لها ونحطها بذهننا. الفورس دي فروتمون مش هو ريزيستانس، مش هو عم بيعاكس الموفمون، مش هو دايما عكس الموفمون. هلا هذا المفهوم الجديد بالنسبه لكم. الفورس دي فروتمون هي احتكاك. احتكاك شو؟ احتكاك سطحين. هيدا الاحتكاك هل هو في مطارح بيكون عم بيلعب دور سلبي للموفمون،
وهل الاحتكاك هو في مطارح في اماكن ما بيكون عم بيلعب دور ايجابي لحركه الاوبجيه؟ هذه كثير انتبهوا لها منيح، لان الفروتمون بالذهنكم انتو انه هي دائما عكس الموفمون، وهذا الشيء مش دقيق. في مطارح في حالات خاصه لولا وجود الفروتمون ما بيبدا الموفمون عندي بالسونس اللي لها. هلا كامثال هلا بنشوف او بنوضح هذه الفكره تباعا، بس من هلا بدنا نبلش نركز عليها. باختصار بس او رياكسيون دان سوبور من سو من سو سوبور سوليد، يعني على بارتيكول على اوبجي على بوان على سيستم، هي بيكون عم بدرس اول شغله هذه البارتيكول. تاثير السوبور عليها هي بتكون مؤلفه من اثنين كومبوزونت، كومبوزونت نورمال الكومبوزونت تانجونسيال. الكومبوزونت نورمال هي اللي بتعرفوها هي رياكسيون نورمال، والكومبوزونت تانجونسيال هي الفورس دي فروتمون اف. هلا نحن عاده بس بدنا نكتب زي الواد نيوتن ونروح نكتب نيوتن، ما بنقول في عندي ار، بنقول خلص عندنا نورمال وعندنا فروتمون مثل ما كنتوا تشتغلون قبل يعني، بس تحط زي الواد نيوتن. بس هون اذا بدنا نحكي بنقول انه الار هي عبارة عن N plus F، هذه هي الرياكسيون دان سوبور سوليد على الأوبجي. نكمل هلا، بدنا نحكي عن كل وحده لحال، نعطي الديفينيسيون لكل وحده لحالها. اوكي، رياكسيون نورمال، شو المقصود فيها رياكسيون نورمال؟ هي لا فورس نورمال، يعني بتكون بيربوندكولير نورمال على سيرفاس دو كونتاكت. اوكي، هي لا فورس دو سوبور اكزيرسي سور ان اوبجي اون كونتاكت افيك ان اوتر اوبجي ستابل او فيكس، بتكون اون اكيليبر مثل ما تكون. بس قلت لكم في بعض الحالات اوكي اللي بيكون في الاوبجي او السبور الثاني بيكون في اون موفمون، رح نشوفه بالاكزرسيس. فور اكزامبل سي ان ليف، اوكي مثل الحاله هيدي اللي بدي احط لكم اياها او نشوفها. اذا عندنا هون ليفر موجود على سيرفاس، اوكي تخيلوا هيدا هو الليفر موجود على هيدي الطابل. اوكي هون الور لا سيرفاس اكزيرس اون فورس اسوندونت سور لو ليفر افان دو سوبورتي لو بوا دو ليفر. البوا تبعت الليفر شو بتكون عم تعمل؟ عم تضغط لتحت. اوكي فهون السوبور هيدا او السيرفاس شو بتعمل؟ بتعمل رياكسيون بتكون بعكسها تماما هي النورمال. وإذا كان عندي سيرفاس انكليني بدنا ننتبه، هيدي السيرفاس دي كونتاكت هون، هيدي هون سيرفاس دي كونتاكت. اوكي فرياكسيون نورمال هي بيربوندكولير على شو؟ على السيرفاس دي كونتاكت، لان هون قلنا انه هي بدها تعاند او بدها تعمل اكيليبر مع شو؟ مع البوا، لان هون البوا كيف بيكون؟ البوا عندنا فيرتيكال، قبل عرفنا البوا هو دائما فيرتيكال. اوكي بس اللي بيصير هون اللي بيتعاند بيناتهم هو الكومبوزونت تبعت البوا مع الفيرتيكال، هيدي الجزء من البوا. اوكي هيدي بنسميها اذا بدكم بي اجريج، اللي هي اذا كانت هيدي الفا او تتا حسب شو بنكون مسميين. اوكي بتكون هي عباره عن كوسينوس الفا، هيدي الكوسينوس الفا اذا اخذناها شو بتكون بتساوي الكوسينوس الفا بي اجريك على البي، يعني البي اجريك هي بي فوا كوسينوس للانجل الفا. فهيدي كمان رح نرجع نحكي عنها بالاكزرسيس بالتفاصيل، بس هون بدنا ننبه دائما على السيرفاس دو كونتاكت، على مبدا السيرفاس دو كونتاكت انه هي نورمال، هي بيربوندكولير على السيرفاس دو كونتاكت. هون عم نقول كمان انه في بعض المطارح انه انفورس نورمال اوكي اكزيرسي اوريزونتالمون اونتر دي زوبجي اون كونتاكت لان افيك لوتر،
personnes. OK, on a s'appuie contre un mur. Le mur pousse horizontalement sur, sur la personne. Qui fait un exemple? On a un exemple. Merci, Mahon. خلينا نقول هيدا هون مير اوكي قمت جيت حطيت صندوق على هيدا الحيط على هو جالس يعني بتكون تعتبره وجيت عم بضغط بايدي على الصندوق هيدي فورس اللي ضغطنا فيه فشو بقوم الحيط بيعمل حكما ان احنا ما خرقنا الحيط بالصندوق ما كسرنا ما فوتنا ما فات الصندوق لجوا فالمير شو بيعمل هون بيعمل رياكسيون نورمال بهذا الاتجاه تخيلوا الحكاية لو كان المير هيدا هون هيك وهيدا الصندوق هيدا البلوك هيدا البوات اوكي en contact مع المير هيدا بس هلا شو عم بعمل عم بدفش بفورس هيك يعني اذا بدي صورها هيك هيدا المير طرفه عندنا بلوك هون هيك عم بدفشه بفورس اوبليك اوكي عم بدفشه طلوع هون الكونتاكت ما عادش على بلون اوريزونتال صار على بلون فيرتيكال اللي شفناه قبل شوي بين الرياكسيون والسبور هو هون بدنا نشوفه بس بدون ما يكون اوريزونتال عم يكون فيرتيكال هيدي الفورس عم نضغط فيها هيك الموفمون بدها تكون هيدا السونس للموفمون تبعت البلوك على المير اوكي هون عندنا رياكسيون نورمال بتكون هيدي هي الان وبكون عندي تانجونت على السيرفاس دو كونتاكت كيف التانجونت على الكونتاكت هذه هي السيرفاس دي كونتاكت هذه نورمال عليها وهذه الفورس دي فروتمون حاليا نحن هون بعدنا ما شفنا حالة انه ايمتى الفورس دي فروتمون او ايمتى الاحتكاك بيلعب دور مساعد للموفمون فهود الحالات بدنا ننتبه لهم ونركز عليهم طيب هون هلا بدنا نحكي عن فورس دي فروتمون ساك بنسميه او سوليد يعني في فورس دي فروتمون سوليد ليكيد يعني مثل سوليد ليكيد مثل سيارة مع هواء عفوا فلويد سوليد فلويد مثل سيارة مع الفلويد اللي هو اللير هو الغاز يعني عبارة عن فلويد مثل طابي رميتها أو حجرة رميتها بقلب مي أو رصاصة بقلب المي كمان هيدا كونتاكت بين سوليد مع فلويد اللي هو الليكيد بالواقع عندنا الفورس دي فروتمون هي بتتأثر بالناتور دي سيرفاس دي كونتاكت طالما عرفت لكم اياها من قبل قلت لكم هي عبارة عن شو هي احتكاك سطحين احتكاك اسطح قوة احتكاك الاسطح هيدي الفورس دي فروتمون فمن هيدا المنطلق من هيدا التعريف اللي بدنا نبلش نغير تفكيرنا باتجاهه انه هي بتتأثر بطبيعة هيدا السطح مرات كتير بنقول ان سيرفاس ليس بنكون ماخدين الكا ايديال هيدا تقريبا يعني موجود بس مش ليس 100% بس الاغلب بيكون ليس فبنعتبرها انه هي سيرفاس ليس بنكون الفروتمون ما له وجود يعني الاف هي زيرو وبس نقول سيرفاس ريغوز يعني الفروتمون موجوده الاف ديفيرونت كو زيرو طالما هي موجوده فهي ما ناسب تخيلوا مثلا هيدي السيرفاس بالنسبه لنا على شيء الماكروسكوبيك بالنظر نحن عم نشوفها انه هي ليس بس اذا بننزل على شيء الميكروسكوبيك او ميزوسكوبيك بنسميه اوكي فهيدي السيرفاس دي كونتاكت اذا بنعمل زوم بنلاقيها انه هون طلعوا كيف فيها نتوءات ومنا ليس 100% مثل ما نحن ظهرت لنا فهون تخلق الاحتكاك فهودي الاحتكاك بيخلق هون اوكي وبيصير عندي فورس دي فروتمون بسبب هيدا الاحتكاك هلا إذا بدي فوت بتفاصيل يعني واحد بيقول لي الفورس دي فروتمون هي لها علاقة بالانتراكسيون بين الأتوم
والعلاقة بالفارس مثلا، إذا بتكون الناجي عن الفورس جرافيتاسيونال يعني الديستانس والكونتاكت بتروازيم الوادي نيوتن، والعلاقة كمان بالفورس الكتريك مانيتيك يعني هود الشارج اللي هون موجودين تبعوا هود الاتوم الالكترون. هلا هذه الطوشة انتم ما لكم فيها، اوكي؟ يعني هذا الانتراكسيون بين الموليكول او الاتوم على هذا الصعيد على هذا الاشياء انتم ما مش ضمن برنامجكم ولا ضمن اختصاصكم، بس للمعلومة عم مرق لها أكثر ولا هلا عم نقول كونسيديرون انوفو السبور بريسيدون مثلا اللي شفناه قبل، يعني عندي سبور فيكس اون كونتاكت مع اوبجي، هيدي الاوبجي حاطط عليه، اذا دفشنا هيدي الاوبجي بفورس اف مثلا اوكي افان دو لفير جليسي على السبور، عم بعمل زي اكسبيريونس صغيره اوكي. Si cette force de poussée n'est pas suffisante, ça veut dire force, malgré le glissement, on a ركز على بعض العبارات. شو glissé, زحة التصحيط على السبور. Okay. إذا هذه الفورس ما كانت كافية لتخلي الأوبجي بوج ne bouge pas. يعني في certaine résistance au déplacement, appelée force de frottement solide. واحد اللي مونتي قلت لها قبل شوي ما تسموها هي ريزيستنس، قلت لكم مش بالمطلق في بعض الحالات وراح نشوفها هي لا عندها شغل مغاير. اوكي؟ هون بنقول سيت فورس سبوز اكزاكتومون ان اوتر بوسي. يعني بهذه الحاله اوكي هي عكس البوسي اللي عملناها الفورس البوسي اللي عملناها. اذا بكمل هلا توتوفوا سي لون بوس افيك suffisamment d'intensité. Ben là, je kammel ou zid min imit il force li ele. Men lahaz inno l'objet se met à bouger. Tout sa la marhale, adde tbelle chou, t'harrak, t'hazez, da ta'amal glissement bil akhir, yani ou t'koun en mouvement. La force de frottement solide a atteint sa valeur limite. Yani tout sa la aktar darji inno hi adr t'kawon fia, ba'den khalas. Yani sa t'haydi l'force aqwa minna, aqwa min l'ihtikak hayda, فتقدر هيدي الفورس تمشي. واحد بيقول لي يعني التغى الاحتكاك؟ لا ما التغى، بعده بيلعب دور سلبي على الحركه، بس هو ما قادر يوقف، ما قادر يلغي الحركه كليا. هيدي هي اوكي. هلا من هيدي العباره انه ما قادر يلغي الحركه، يعني عندنا فورس دي فروتمون بتخلي الاوبجي هي اوريبو، وفي فورس دي فروتمون بتكون موجوده والاوبجي تحت تاثير خارجي ما قادر يعمل جليسمون ويتحرك. فهون بدنا نقول il existe au moins deux types de force de frottement. لحد الان المطلوب منكم هن اثنين تيب من فورس دي فروتمون. هن اللي بنسميهم فورس دي فروتمون او فروتمون سينيتيك او بنسميها ديناميك، سينيتيك او ديناميك تعبير واحد بالنسبه لنا. اوكي؟ والفروتمون ستاتيك. والستاتيك من تعريف الماضي اللي اعطيتكم اياه باول التسجيل الاول، قلنا كل شيء ستاتيك يعني هو بيكون اوريبو. شو يعني الاوريبو بدها تكون؟ بس عم بقول فروتمون ستاتيك يعني احتكاك الاسطح بيكون ستاتيك. الاحتكاك شو؟ اوريبو، يعني هيدا الاحتكاك ما له تاثير. يعني ما 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 عنده موفمون هيدا الاحتكاك، يعني الاوبجي ما عملت موفمون على او ديبلاسمون او جليسمون. بس ركزوا انه فروتمون ستاتيك كمان الاسطح هني بحالة ستاتيك، يعني الكونتاكت بحالة ستاتيك. هيدي رح شوفها بدرس الروتاسيون. طيب الرجيم ستاتيك شو يعني؟ خدوا هيدا اكزومبل، حطيت بلان كليني، حطيت عليه صندوق، بنلاحظ انه الصندوق ما نزلت، ما عملت جليسمون، ما زحطت. شو بنستنتج؟ انه قوة الاحتكاك بين هيدي البوكس وبين البلان انكليني اوكي هي قوية. هيدا الاحتكاك منع هيدا البوكس او هيدي البوات انها شو تعمل؟ تعمل جليسمون. هون شو بنقول؟ الفروتمون مانتيان لوبجي فيكس، احتكاك بحافظ على انه هيدي الاوبجي تبقى فيكس. يعني هون الفيتيس بتكون عندي زيرو، طالما الفيتيس زيرو يعني الاكسلراسيون زيرو. طيب شو الفورمولا للفورس دي فروتمون لازم نعتمدها بهيدا الرجيم؟ الفورس اف اس فروتمون ستاتيك، الاس شو بتميز او شو بترمز؟ بترمز للستاتيك. هذه الاف اس فورس دي فروتمون ستاتيك اسمها
égale mu s fois n. Et mu s, c'est le coefficient de frottement statique. بيكون هذه الكوفيسيون سون اونيتي وبتكون هي انتر 0 اي 1. شو قيمتها هذه الكوفيسيون دو فروتمون ستاتيك؟ هي بتعطينا طبيعه احتكاك الاسطح. يعني اذا حطيت مثلا صندوق مثلا من حديد على صندوق مثلا من كويفر بيكون عندهم احتكاك طبيعه احتكاك مؤس محدده. اذا حطيت صندوق خشب على مثلا خشب من نوع ثاني. إذا حطيت الكاوتشوك مثلا دويلي بالسيارة أو البيسيكلات على الزفت بيكون عندي مي اس. يعني هي هيدي داتا موجودة في اكسبيريونس موجودين على عدد كبير من الماتيريو والمواد اللي هن بيكونوا اون كونتاكت مع بعض. والمي هيدي الكوفيسيون دو فروتمون اللي بتحدد أو ناجي عن الناتور للسيرفاس موجودين عندنا. اوكي هيدي الفورمول للحفظ، هيدي بتكون تحفظ يبقى الفورس دو فروتمون ستاتيك للحفظ. طيب هلا بدنا نشوف بالرجيم ديناميك، بالرجيم ديناميك بنقول له بجي سومي اجليسي بتبلش عند عمي لشو؟ لتتحرك. اوكي بتبلش تاخذ وضعيه الحركه بهيدا الرجيم. هون شو حطيت؟ مي سي ومي دي، يعني كوفيسيون دو فروتمون سينيتيك او ديناميك حسب اللي شفنا. نفس الاكزومبل اللي اخذته بس هون هيدي عم تتحرك، الفروتمون احتكاك موجود له دور عم بأثر سلبا. اوكي بس انه هو موجود بس كمان الموفمون موجود. الفيتيس بهيدي الحاله ديفيرونت للزيرو، الاكسلراسيون ممكن تكون زيرو ممكن تكون ديفيرونت كزيرو. شو يعني اذا الاكسلراسيون زيرو؟ بتكون الموفمون يونيفورم، بتكون الفيتيس هي يونيفورم والموفمون مثلا عفوا والاكسلراسيون ديفيرونت كزيرو بتكون الفيتاس منا كونستانت بتكون الاكسلراسيون الى وجود. طيب بهذا الرجيم الفورمولا الفورس دي فروتمون سينيتيك او ديناميك، هذه الفورس دي فروتمون اف دي او اف سي، يعني فورس دي فروتمون ديناميك او فورس دي فروتمون سينيتيك حسب شو بنستعملها بقلب النص، هي نفس التركيبة نفس الفورمول هي مو دي أو مو سي حسب. إذا استعملت اف دي بنحط مو دي، إذا استعملت اف سي بنحط مو سي، هي فوا ان. ومحقق الان هي رياكسيون نورمال، هون ما حكيت عنها انه اعتبرت الان حكي قبل، هي رياكسيون نورمال اللي بنعرفها قبل، عرفناها قبل. طيب والمو دي او المو سي هي الكوفيسيون دو فروتمون سينيتيك او ديناميك، كمان 100 يونيتي بدنا ننتبه ان 100 يونيتي ليه 100 يونيتي؟ لان اذا بدي اخذها المو هي فورس على فورس، يعني هي فورس دو فروتمون على رياكسيون نورمال، نيوتن على نيوتن بتبقى بدون يونيتي. كمان الفالور اللي لها هي انتر 0 اي 1. هون عندنا ملاحظه بدنا ننتبه لها كثير مهمه هون، انه الكوفيسيون دو فروتمون ستاتيك قوة الاحتكاك الأسطح وقت ما تكون بالرجيم ستاتيك هي أعلى وأقوى وأهم من وقت ما نكون بالسينيتيك. طيب فهون بما أنه الاحتكاك بالرجيم ستاتيك بيمنع الأوبجي ما أنها تعمل جلسمو، يعني بيكون عالي. أوكي هيدا الاحتكاك قوي، يعني المي أس هي اللي بيكون أكبر من الميو سينيتيك ميو ديناميك. أوكي فهون كمان عندي ميو أس ماكس هي أكبر من الميو أس وأكبر من الميو سينيتيك ديناميك، وهذا بطبيعة الحال إذا بضرب هيدي العلاقة كلها برياكسيون نورمال، يعني رياكسيون نورمال ضرب الفورس دو فروتمون ديناميك أصغر راح تكون من الفورس دو فروتمون ستاتيك اصغر من الفورس دو فروتمون ستاتيك ماكس. ليه؟ شو بكون عم بعمل؟ عم بضرب هيدي بان، عم بضرب هيدي بان، عم بضرب هيدي بان. هي شو بس ضربتها بان اعطتني فورس دو فروتمون ديناميك، هي شو اعطتني فورس دو فروتمون ستاتيك؟ هيدا اعطتنا فورس دو فروتمون ستاتيك ماكس. فهون هيدي العلاقه مهمه وبينطر عليها اسئله. يعني بالنسبة لنا احتكاك او طبيعة احتكاك الاسطح
بالرجيم الستاتيك أهم من الرجيم السينيتيك. كيف منشوفها، كيف منميزها، كيف منحكي عنها؟ بتكون أيه؟ عن طريق الكوفيسيون دو فروتمون سينيتيك وستاتيك. المي اس هي اكبر من المي سينيتيك. اذا بضربهم بي ان شو بيعطونا؟ يعطونا الفورس دو فروتمون ستاتيك اهم او اكبر من الفورس دو فروتمون سينيتيك. وبما انه حكينا انه بالاكزامبل الماضي وقت ما عم بدفش الأوبجي بدفش بفورس منا كيفي لتزحزحها، بدفش بفورس منا كيفي، بعدها كل ما عم زيد الفورس كل ما الاحتكاك عم بعاند أكتر، عم بقاوم أكتر ليوصل لفالور ليميت، ما عادش قادر يكبر من قيمته. فهيدا الفالور ميو اس ماكس. أوكي، يعني بيكون قوة الاحتكاك اللي بدها تعاند هيدي الموفمون صارت عالية جدا، من بعدها تقشط ومنصير بالرجيم هون سينيتيك. اوكي، فهيدي رجاء بدنا ننتبه لها، كثير مهمه هيدي العلاقه او هيدي اللي هون بالكاد، وبينطرح عليها اسئله. ومش بس بهذا الدرس، بدرس الروتاسيون كمان بنحكي عنها. طيب هون حاطط لكم هيدي الفيجور وقايل لكم هل الفروتمون هي دائما دون لو سونس اوبوزي دو دو موفمون. هيدا السؤال، هل الفروتمون دايما بتتشكل هي عائق او بتلعب دور سلبي للأوبجي ما تتحرك؟ هيدا الشيء لا، مش دايما. خدوا على سبيل المثال عدائين الرياضيين. اوكي، بس بدهم عدائين الرياضيين يكونوا بدهم يستعدوا للسباق ليركضوا. الحركة اللي بيعملوها بيحنوا جسمهم وبيرفعوا اجرهم بهالطريقة. شو بكونوا عم بيعملوا؟ عم بيضغطوا على الارض بياخدوا دفع لقدام. هون هيدي الفورس اللي ضغطنا فيها من الاجر على السول، ضغطين لتحت، قامت ردة الارض برياكسيون. اوكي، هيدي هون ردة فعل الارض على الاجر. هلا بطبيعة الحال اجرنا وقت ما ضغطنا فيها ما كسرنا الارض وفتنا، وكمان تماما انه الارض ما دفشتنا وعلتنا عنا، فبقيت بحالة اكليبر باستعداد لشو؟ لننطلق. هيدي الفورس عندها او هيدي الرياكسيون عندها اثنين كومبوزون. طلع فيهم اذا مت بيربونديكولير على السول، هيدا هون الاكس اللي هو شو بيمثل؟ الارض. وهون هيدا الإجراك الفيرتيكال. وبمد بيربونديكولير على الفيرتيكال. اوكي، البروجيكسيون لهيدي البوان دانترسكسيون مع البوان دي ديبار لإلو، هيدي شو بتمثل لأي فورس؟ هيدي بتمثل رياكسيون نورمال، هي كونتاكت، هي عفوا بيربونديكولير على السرفاس دي كونت. وهيدا البيربونديكولير لهون، هي البوان دانترسكسيون مع le point de départ من هون لهون، هيدي بتمثل الكومبوزون تانجونسيال. كومبوزون تانجونسيال بالنسبة لنا هي الفورس دو فروتمون. اتطلعوا اتجاه الفورس دو فروتمون كيف؟ لقدام. يعني لولا وجود الاحتكاك، لو ما في احتكاك كانت الاجر زحطت لورا وما قدرنا نندفع لقدام. الاحتكاك هون الفورس دو فروتمون هو خلينا ننطلق لقدام، وهو سبب الحركة لقدام. يعني الفورس دي فروتمون بهيدي الوضعية، الاحتكاك بهيدي الوضعية هو أعطانا الانطلاقة لقدام، هو سبب الحركة لقدام، إنه تكون الموفمو خلى الموفمو يكون عنده استعداد بهيدا الشكل دون دي سونس هيدا غير لدروات. لولا الاحتكاك مش موجود شو كان بده يصير بصباطنا أو باجرنا؟ بده تسقط بأرض ونوقع. الاحتكاك الأسطح هون لعب دور إيجابي، مثل كمان من هلا بدي بلش مهد. هيدي طريق زفت وهيدا دولاب سيارة كاوتشوك أو فيلو بسكليت. هون هيدا بده يعمل روتاسيون ليمشي. تخيلوا ما في احتكاك، مثل واحد شبك ايديه ببعض، مش عارف إذا عم تتخيلوها، حط أصابع ايديه بأصابع ايديه التنين وعكفهم وبده يعمل روتاسيون بيده. هيدا الاحتكاك
اللي هو فروتمون هاي. لو ما له وجود هذا الاحتكاك، هذا الفروتمون، ما بخلي الدوليب تعمل روتاسيون. يعني الدوليب عم تضغط هيك على الارض، اوكي، فالارض تعمل معها كونتاكت بتخليها تبرم لقدام. يعني هيدا بده يندفع لقدام، فعن طريق شو الكونتاكت هيدي. هيدي هلا اتركوها لبعدين، الفورس دي فروتمون ستاتيك بنسميها بحاله الروتاسيون، بس انتو خدوا بعين الاعتبار انه الاحتكاك، وجود الاحتكاك ببعض الحالات مثل هيدي، الاحتكاك مثلا دوليب السياره بالارض، هو بيسبب لنا الروتاسيون او بخليها تعمل روتاسيون وتندفع لقدام. عدم وجود الاحتكاك، هيدي الدوليب شو بتعمل؟ بتزحط بأرضها. اوكي، هون بهيدي الحاله هي اعطتنا الاحتكاك، السونس اللي له مع السونس للموفمون، يعني سبب وجود الموفمون والاندفاع لقدام هو وجود هيدا الاحتكاك. هلا نحن حاليا بهمني هيدي الفكره تتعزز عندكم، انه هلا شو بدي بالروتاسيون بهذا الدرس؟ درس الروتاسيون جاي وقته، بدي تاخذوا بعين الاعتبار انه في بعض المطارح الاحتكاك منه دائما ضد الموفمون، بالعكس الاحتكاك بيعطينا بيسبب الموفمون، يعني بيعطينا الحركه في اماكن ما. رح وقف هلا هون، بيبقى عندنا طروال وادي نيوتن وبنحكي عن اكزرسيس. هودي رح يكون اكيد طروال وادي نيوتن رح احكيهم بتسجيلتين.